تعال شوف لك شوف الاختراق هذا الهدف هذا شوف الهدف شوف الـ الـ يعني الهدف هذا انا اقول لك هذا اللاعب لاعب ممكن يخترق مدافعين وعنده امكانيات الحقيقه. انا وجهه نظري ابو سعود انه هو افضل لاعب في المباراه مع احترامي لاختيارات اللجنه الفنيه. وجهه نظرك انا وجهه نظري بعد بالنسبه لحارس مرمى نادي الغرافه اللي هو قاسم برهان صد في بدايه الشوط الاول انقذ فريقه الحقيقه لكن شوف الخطا مدافعين مدافعين وخاصه نعم. وخاصه مشعل اللي ابعدها وضربت ابراهيم الغانم لكن صلح ضربت لاعب الريال.